اهلا وسهلا فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الان مباريات للقابو يلعب بالمقبره والتجميد كخطه اساسيه وتكتيك بالهجوم. نشوف الان كيف يلعب ايضا بالتسلة كدعم دفاعي. هنا الان يتعرض الهجوم من الخنزير، استخدم التسلة على الطرف اليمين والخنزير جاو يسار. الان خلونا نشوف كيف يلعب التجميد. اكيد الان يحط التجميد، ايوه حط التجميد. الخصم يمكن توقع انه بيلعب التجميد لانه عادة اللي يلعبون المقبرة يلعبون التجميد. هنا الخصم جهز هجمة للبرابرة، لكن باغت وقابو بذكاء حط الهياكل، وهذا صراحة هذا المزعج بقابو صراحة، انه يلعب هياكل ومقبرة مع بعض. اللي يلعبون بالمقبرة اوقات ما يلعبون بالهياكل معها، لكن قابو استثنائي ويفوق كل التوقعات صراحة. شوف كيف يضحكون هذول المدق المعركة لمن يتجمدون ورجولهم تتحرك صراحة، شيء عجيب. من الآن قابو يتعرض لهجمة خطرة، جايين ضرابر جايين. هذا الخصم مجنون، حط كل هجومه طرف واحد، مرة رايح على القلعة. هذا ما عنده أي تفاهم، قال هذا قابو لقمة سائغة وخصم سهل، لكن اللي ما يعرف قابو يشويه. من الآن قابو حط هجمته، ضبط هجمته، راحت هجمته، فعل الفالكري وفعل البرابرة. الآن عليه نواجه هجمة خطرة. مشكلة التسلا راحت والخنزير جاء، فهنا يتعرض هجمتين، اثنين تنين مستوى 13. فالله يعين، يبدو لي انتهى الموضوع، انتهت الحكاية. يبدو لي كادت تنجح الخطة، لم تزبط. هذا عبث. حوار مع قابو يعني نقاش حول التكتيك. الآن نشوف مباريات الثانية اللي بيلعبها ونشوف ايش بيسوي، كيف نتيجتها. نشوف بسم الله. قابو يلعب ضد غولم، صراحة تشكيلته صعب تقابل فيها غولم صراحة، لأنه بالتسلا صعب توقف غولم. وهذا غولم معاه وحطاب، وجالس الحطاب يضرب الطرف اليسار والساحر بيمين، والساحر مات. ويا ويلي يبكي على ما فات. الآن الخصم معه تسلا ماكس، يبدو لي الآن القابو يضحك للزمان. إن ما طاوعك الزمان ولطيعه. هنا الآن قابو بهجمة انتحارية، بداية هجمة، حط التجميد، وممكن الخفافيش قدروا يتعاملون مع الهجمة هذه، لكن ما شاء الله
هجمة المقبرة صراحة فعالة جدا، وكما توقعنا الخصم بيستخدم صاعق، أكيد يعني بيستخدم صاعق. هنا برميل البربر مات، على الأقل حامل القنابل أيضا مات بدون ما يسبب بدون ما يموت الساحر، وهذا مكسب كبير يعتبر. هنا مرة ثانية قابوا، والله ما شاء الله، الله 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 الله، أخذ البرج، أخذ البرج فقط بالمقبرة والتجميد، مقبرة والتجميد أنهوا الحطاب. بعدين الخصم اضطر يستخدم الخفافيش بدون ما يرمي قابل. هنا الخصم استخدم حط الغلم أساس يبدأ هجمة، وقابل جاو بالمفاجأة، جاو بالمفاجأة، وعلى نهاية الوقت تفاجأ الخصم ويضحك، يضحك من القهر صراحة، بيعمل يسوي نفسه ما يهتم. وقابوا صراحة جاءوا بالتوقيت بالملي بالملي بالملي، توقيت مثالي جدا مثالي جدا، ضبط الهجمة، أخذ البرج، انتهت المباراة، أخذ المباراة بالجيب ومشى، فخلص أخذ البرج على الثواني الأخيرة، وتوقيت ولا أروع، خلاص الخصم بل الغلم وشربه، غلم ماكس راح بشربة موية. فما شاء الله تكتيك تكتيك ولا أروع صراحة، هذه قوة المقبرة، تختصر لك المسافات اختصار عجيب، اختصار عجيب، مقبرة والتجميد بعد هذا اللي شفته من قابو صراحة، أرفع له القبعة، أرفع له الطاقية، وصراحة إبداع أيما إبداع، وفن لا يصدق لا يصدق، وتكتيك تكتيك ولا أروع، تكتيك فعال فعال جدا صراحة. أقنعني الأخ قابو بهذه الخطة، ويمكن تنفع مع بيكا بشكل رهيب، مع أني ما أعتقد، لأني قد جربت وما ضبط الوضع، 5 إكسير والبيكا 7 إكسير، بيكون الأمور صعبة كثير، فلكن نجرب نشوف، يعني نخفف البطاقات الثانية، نلعب بطاقات خفيفة من البطاقات الثانية ونشوف، يمكن 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 تنجح. فالله يعين الله يعين. هنا كلام وسواليف مع القابو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الإعجاب والاشتراك. صراحة كانت مباراة عجيبة جدا اللي قبل شوي، ضد وليس أي خصم، ضد الغلم اللي يتحمل الضرب، يتحمل الجلد، خاصة بطاقات قابو، ما هي البطاقات اللي ممكن تأثر، ما فيها شيء يضرب، ما فيها ميني بيكا ولا فيها بيكا ولا في أمير، يعتمد على الهياكل والمقبرة وفقط. الفارس القاطع الطريق ما تأثر كثير ضد الغلم، ما تهز فيه ولا شعره حتى، والهياكل صاعق انهاهم، فصراحة ما يصدق فوز، ما يصدق، ما حد يصدق انه هذه التشكيلة تقدر تفوز على غلم ماكس، غلم ماكس، لا تنسى حط 60 خط تحت كلمة ماكس، وبرابرة لا تنسى، برابرة أو برابرة ذي المباراة اللي قبلها، إيه صح. المهم غلم ماكس وتسلا ماكس، لا تنسى بعد تسلا ماكس، وهذه اللي ميزة المقبرة، تختصر لك وتنهي لك موضوع التسلا تماما، تشيلها من المعادلة، مقبرة خلاص على طول، كأن التسلا ما هي موجودة. فهذه حلاوتها، حلاوة شيء اسمه مقبرة وتجميد يا سادة. فشيء رائع، شيء رائع جدا هذا التكتيك وهذا الخطط، لكن يا ليت لو أنا بدال قابو كان حطيت مني بيكا، حطيت تنين نار على الأقل، يعني زي كذا شاجات زي كذا، شيء قوي دفاعيا.
نشوف الآن، ننتقل الآن لمباراة الثالثة في هذا الفيديو ضد فرن. هنا الآن المحك، هنا الآن محك الفرن هذا ينهي شيء اسمه مقبرة. إذا ما تجمد، إذا ما تجمد بيكون صعب 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 إنك تواجه تضع المقبرة في مناطق الفرن، مستحيل يمكن. فبنشوف نشوف كيف الوضع. هنا الخصم هجم بالطرف الآخر، يا إلهي يا إلهي، واستخدم الصاعق ضد الهياكل. وأنا نصحت كابو يلعب بالأمير بدال القاطعة في هذه بعد هذه المباراة، بعد ما لعب ضد الغلم قلت لازم يا أبو الشباب تلعب شيء جامد، تلعب أمير ميني بيكا. الآن جاول ميني بيكا بذاته، جاول ميني بيكا بذاته بذاته، جاء 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 عشان يوريك كيف الجلد. سواء لعبت قاطعة أو لا ما راح تقابل ميني بيكا بالقاطعة، ما راح تسوي شيء. لا تلومني، لا تلومني كثير. هنا الآن الخصم عنده أكثر من دفاع، عنده المينيون، عنده فما ضبطت هذه المرة. نقول المقبرة والتجميد لم ينجح، صعب صعب. من يوم ما شفت الفرن ومبين انه صعب تقابل المقبرة ضد الفرن، صعب جدا. الآن حلو تستخدم الهياكل، شوف كيف الأمير انهس ميني بيكا على الأقل. وهنا قابو واستعجل وحط الساحر بوجه الجيش فمات الساحر، وأصلا المعركة محسومة، المعركة محسومة منتهية منتهية جدا. على الأقل ما أخذ، لا أخذ، أخذ القلعة وانتهى 3-0 ويا قل لا تحزن. فهذا اللي صار وهذا اللي كان، ولا نبكي على غدر الزمان. وتشكيلتك صعبة تقابل فيها، صعب تفوز دائما صراحة. معدل صراحة صعب صعب تفوز على بعض الخصوم بالذات ذول المشاغبين. والمنين وقفوا حائط صد ضد المقبرة والتجميد، فصعب تنجح، صعب تنجح الخطة ضد كثير من الخصوم. لكن على الأقل الأمير ساعدك، لو كنت لعبت ضد القاطعة ما كنت قدرت توقف الميني بيكا صراحة. فهذه المباريات، وهذه مباريات تقابو تشكيلته العجيبة والغريبة، من أغرب التشكيلات اللي ممكن تشوفونها. أغرب تشكيلة بقبيلتنا هو تشكيلة نايف أظن، يستخدم تسلا وبرجنار. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، ونشوف الآن ممكن نشوف مباراة أخرى، ممكن 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 نشوف مباراة ثانية، نشوف لعل وعسى رجع قابو، رجع قابو عن الأمير. هنا الآن يواجه دفاع ثلاثي ضد المقبرة، يواجه دفاع ثلاثي اللي هو والآن يواجه مقبرة، يواجه مقبرة. هذا قابو يلعب، قال لي يلعب ضد أحد أصدقائه أيضا صديقه هذا يلعب، قال لي إنه يلعب ضد أصدقائه، ضد واحد من أصدقائه يلعب الآن صديقه في المقبرة أيضا، وشيء ما يستغرب صراحة، شيء ما يستغرب. المرء على دين خليله، والتشكيلات صاحب ساحب، وصاحب يعطيك تشكيلات ويسحب منك تشكيلات ويزرف تشكيلات. فلا تستغرب، الحياة صديق وقت الضيق. هنا الآن نشوف الصديق استخدم التجميد وغدر الزمان وغدر الأصدقاء، كيف يكون؟ يا الله يا الله، كيف 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 الآن ممكن تنقلب، ممكن تنقلب الأمور الصالح قابو، ممكن 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 جمد والله قلبها قابو، قلبها قابو.
الله عليك الله عليك. صراحة ما توقعت يقدر يفوز على ميجا نايت، ما توقعت أبدا يقدر يفوز على الميجا نايت، فما شاء الله ما شاء الله، شيء ولا بالخيال ولا بالخيال. إبداع إبداع إبداع، وتكتيك تكتيك ولا أروع صراحة، وتوفيق وتوفيق، في شوي توفيق من رب العالمين بهذه المباراة أيضا. فلكن بدع صراحة، دفاع ضد الميجا نايت صعب تشكيلة جابو، خاصة أنه جمد التسلا. برافو برافو يا جابو.